الحاج 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 انتم تعرفوا تعرفوا عنكم انتم هون البيضان هون وعبيد البيضان وصفات البيضان وصحافة البيضان وعلماء البيضان قالوا في كل بلد عني أنا حركت القرآن وحركت الموطن أنا حركت القرآن الكريم وعني قلت عن الناس وقالت أببي وشي يعتوعد في بيان عني أنا قبلت الإنجيل جبت منه طناو كتاب الإنجيل كتاب النصارى وعدت كل دا نجيه ونقلع منهم مصحف ونحرق ونطرح نطين واحد يجيز وذو حدرت به دعاية ياسر من الناس ما جدت عليه يا خير ياسر من الناس جدت عليه وقال وقوم يا أنا عدلوا باسمي بيان ماني أنا المعدلوا وفي الأمانة من المراقبة داروا على اسمي وعدل أنا علمتي الصحابة كيف كنتم هذا بيان خامس بعد ذلك مو لعتمد مراد وقالوا عنهم معتبرين جميع الموريتانيين اللي نيتهم حسنة اللي بلاقهم أن نحن هالعراق حرقنا القرآن وحرقنا السنة وعنهم ذبتين عن الكتب اللي حرقتها أنا ذهي وعنها حرقها واجب وضروري وعنه لا رجعة فيه ده ولقى تقول في البيان معنى عنديه إعلام توضيحي ذيك الناس اللي غرر بها وضلل بيها لا غير حريق الكتوب الكتوب العبودية الكتوب الجاهلية عمل بر هو اللي متقدمين به نحن للجنة لا رجعت عنه اللي تراجع عن موقفه العلماء والأحزاب والدولة اللي افتاوا عن نحن مرتدين ويلا نعدموا عمل الفعل عدنا عن فعل ردة وكفر وك وين مرة احنا مراقنا احنا برتنا المحكمة مراقنا جو ما لما يقوموا يظاهروا يقولوا عندنا مو قادرين يمرقوا من شحورهم يمرقوا شغل مناظرة بيني أنا وهم والباقي باركين لا شفنا باركين وحاجة اللي كتب قال معنا غير هم كنا قبلوا وانا حرقنا القرآن حرقنا الموطا وما يبي ما نقابلنا قلنا بعد ما لنا حرق القرآن ولا لنا حرق الموطا حرق اللي كتب البيضة سيدنا عبد المرشود مقدم برنامج للدماغ عندي سؤالين واحد منهم